الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقا لآخر استطلاعات للرأي، واللي أكدت تراجع فرص الرئيس الحالي جو بايدن بسبب طبعا سياسته في دعم الكيان المحتل، واللي تسببت في تراجع شعبيته بنسبة كبيرة بين الناخبين خصوصا الشباب. ترامب كان عامل مؤتمر للمؤيدين ليه الأسبوع ده، وقال فيه تصريحات اتصدرت الترند على السوشيال ميديا، واللي أكد فيه على احتمالية قيام حرب عالمية ثالثة، وقال إنه الحرب دي مش هتكون شبه الحروب العادية اللي احنا نعرفها، ولكن هيكون فيها أسلحة مختلفة تماما محدش يعرف عنها أي حاجة. And we have a chance of being in a World War III with weapons the likes of which nobody has ever seen before. I've seen them because I've seen what they can do. And this would be obliteration. I say this wouldn't be two army tanks running back and forth shooting. This is obliteration. But we're going to build an iron dome over our country because we want to protect ourselves. We're giving other countries, we give iron domes to other countries, but